لن تلعب يا سواريز مهما فعلت. الإصابة اللي عند سواريز جعلته متضايق جدا من وضعيته، كان يتمنى أن يلعب حتى وهو عنده إصابة. يقول لا، كيف ما يقول لا، هو موريزيو صار يقول له نعم. لقطة غريبة، لقطة غريبة، كيف الباسكي يقول لموريزيو صار لا أريد أن أخرج، خليني نكمل. وموريزيو صار ماذا يقرر؟ زولا يقول له اخرج، هو يقول له لا. هنالك مشكل بين أغويرو وبين غوارديولا، الأرجنتيني غير راضي والإسباني غير راضي. We'll be right back.